شكرا لكم سيد رئيس حضرات سيدات والسادة السيد الوزير في البداية أتمن باسم الفريق الحركي كل التدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة العدل بتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة لمحاصرة هذا الوباء كما نشيد بالمجهود الكبير الذي تبذله كل الأسرة القضائية بالمناسبة نطالب السيد الوزير بوضع خطة لدعم كل المهن المرتبطة بالقضاء وكذا العاملين بها كالموثقين، العدول، المحامين، المفوضين والمحررين القضائيين وغيرهم من المهن. السيد الوزير، نلفت انتباهكم بأن العديد من المقاولات لم تستخلص واجباتها من الدولة ولاستمرار نشاطها وعملها اضطرت للتعامل بالشيكات والكمبيالات. هذه المقاولات لا نقول بعدم متابعتها ولكن نقول بأن نطالب ببعض المرونة في المتابعة سواء بالتعليق المؤقت لهذه الالتزامات أو تأجيلها إلى ما بعد انتهاء هذه الجائحة. السيد الوزير، لا بد من اعتماد مقاربة تشاركية مع كل المتدخلين في المجال القضائي وفتح قنوات الحوار أيضا حتى مع النقابات والتواصل المستمر معها لتدبير مرحلة ما بعد هذه الجائحة والعودة التدريجية للعمل. وبالنسبة لاعتماد تقنية المحاكمة الزجرية عن بعد، نحث على ضمان شروط المحاكمة العادلة كما هي مقررة في الدستور وفي المواثيق الدولية بالنسبة لكل القضايا، كما نطالب بتعزيز الرقمنة بدورة تكوينية حول المحاكمة عن بعد. شكرا سيدنا المحترم. الآن